الفترة اللي فاتت دي شفنا سيليبريتيز كتير جدا ونجوم صف اول عملوا يعني تعاونات في اعمال درامية تحديدا في الدراما، مش هقول بس في السينما بس كترت في الدراما، انه يشتركوا في عمل واحد زي ما احنا شفنا استاذ كريم عبد العزيز واحمد عز، شفنا استاذ احمد مكي، يعني ففي ميكس كبير جدا جدا بتعمل بين نجوم صف اول. ممكن استاذه غاده عبد الرازق بدل ما تعمل بطوله مطلقه ممكن تشتغل وتعمل بطوله مشتركه مع نجم؟ اكيد اكيد طبعا، انا اكتر واحده طلبت الحاجات دي من زمان، يعني انا اول واحده ناديت مثلا الكلام ده من 5-6 سنين، يا جماعه نعمل افلام فيها نجوم كتير، يا جماعه مش عيب ان احنا نعمل، ويا جماعه ما نبصش على الاسماء، على فكره احنا كلنا معروفين ومشهورين مش محتاجين نتحط على التتر. انا معروفه ان دي غاده، ودي معروفه انها دي منى، ودي معروفه انها مريم، ودي في مشاكل بتحصل بسبب التتر. ما انا بقول لك، انا قلت كده، قلت لهم احنا بلاش اسماء نحط على التتر، احنا اصلا نجوم باسمائنا مش محتاجه. حصل كده اصلا في مسلسل نزل في رمضان بدون تتر، مسلسل عبان نزل بدون تتر في البداية، أول 3-4 أيام نزل بدون تتر. طبعا بعدين نزل بعد حوالي 3-4 أيام نزل التتر، بس أول كام يوم ما نزلش التتر. لا بس بس الله برافو عليك. مؤيدة للفكرة دي فعلا؟ مؤيدة للفكرة دي لو فعلا حصلت؟ لو فيها نجوم كبار نجوم صف أول مع بعضهم. طيب أيوه لا ما نشوف. في نجم ممكن تقولي ده ممكن أشتغل معاه من غير ما أعرض ورق؟ ولا لازم تقري الورق؟ لا لازم اقرا الورق. لازم ممكن تدخلي عمل والورق لسه مش كامل. لا هو مش ثاني نو، بس ده اللي بقى بيحصل دلوقتي، معنى كان ممكن ما يعني تقعدي فتره ما تشتغليش، بيهمكيش ان انت بتشتغلي بسنه سنه ونص زي ما حصل قبل كده. لا لا خلاص مش هنزل تاني ابدا من اي بتنجان، استحاله حاجه. طب ليه السينما بعيده عنها الفتره اللي فاتت؟ لا والله ليه، ده انا عندي فيلم ان شاء الله باذن الله في الفيلم ده بحبه قوي. يعني اداني حاله كده بجد، الواحد اللي بيشتغل مع نجوم دمهم خفيف وافلام كوميدي اقسم بالله ان هم بيدوكي طاقه ايجابيه رهيبه، فانا كنت بضحك بس